ورجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد الاستراحة مع الفقرة الطبية. طبعا كتير مننا كبنات وسيدات أول ما بتزيد في الوزن وقتها بتزعل جدا وبنقول أنا مش باكل كتير، طيب إزاي وزني زاد كده؟ ولما بتقرر تعمل دايت بتحس إنه برضو مش بتنزل في الوزن بالمعدل اللي هي بتكون عاوزاه، فبتصاب يا إما باليأس أو بالإحباط وبترجع تاكل أكتر من الأول، ما بتقدرش كمان تسيطر على شهيتها. طب إزاي نخس وفي نفس الوقت ما نتحرمش من الأكل الجميل اللي احنا بنحبه كلنا خصوصا في فصل الشتاء؟ هو ده اللي هنعرفه مع ضيفتي اللي مشرفاني منوراني في الاستوديو، الدكتور دينا ابو السعود المستشار الطبي لشركه بايو ناتشرالز. اهلا يا دودي. اهلا بيكي. عامله ايه يا قمر؟ اخبارك انت ايه؟ انا حلوه الحمد لله. انت عامله ايه في الشتاء واكل الشتاء زي الشتاء بياكل. ايوه صح، شفتي انت بتبقي فتره الصبح بترجعي تجوعي معانا جوه، انا افتن بنقلق معاكي كده بتنقلق. فالفكره دي بتضايق ناس كتير. طبعا. خصوصا البنات والسيدات. ليه بقى؟ لان هم اكتر ناس يمكن بيقننوا بيخافوا. يمكن الرجاله بتبذل مجهود عضلي اكتر. لا، والرجاله بتروح كمان وبتيجي يعني حركتها يمكن الرجاله كمان حرقهم اعلى. احنا بقى لما بيحصل معانا ده في فتره قليله يمكن نكون مش بناكل كتير، بس تقول لك انا اشم الاكل اتخن. انا لو كلت مش عارفه ايه بلاقي نفسي زدت لي 2 3 كيلو في الاسبوع. صح. فالفكره دي فعلا بتضايق ناس كتير. عايزين بقى الناس دي تاكل اللي هي بتحبه بدون حرمان، بس ما يبقاش كمان يعني ايه بحاجه هم ممكن يبقوا خايفين وقلقين منها. في ناس جربت اكيد وسائل كتير ان هم يخسوا. صح. مش عايزين حاجه تبقى خطيره بتاثر على المخ، بتاثر على الجسم، على بعض اجهزه الجسم. طبعا عايزين بقى حاجه امنه وفي نفس الوقت تحجمنا تساعد شويه. بالذات فصل الشتاء بياكل يا زينه. والله احنا كستات شتاء صيف بنحب الاكل. يعني صح. بس الشتاء الوقت الشتاء واكلات الشتاء دسمه كمان. دسمه صح. صح. فعايزين بقى نشوف حل في القصه الحلوه دي. نعمل ايه بقى؟ مهمة قوي لو عايزين نخس، وعلى طول بقول اي حد اوفر ويت او عنده سمنه لازم يخس عشان صحته. صح. لان اكيد ان السمنه باب كبير جدا يا عظيمه الامراض خطيره. صحيح. امراض مزمنه وخطيره واحنا في غنى عن ده. صحيح. من امراض القلب والسكر والضغط والكوليسترول والدهون الثلاثيه وامراض في العظم او مشاكل في العظم حتى في السن الصغير. والله يا زينة. طبعا. طيب ازاي نقدر نخس واحنا جربنا وسائل دايت كتير جدا وفشلنا؟ وكل يوم نقول هنبدا دايت، نيجي ناكل نقول الدايت بكره، نقعد سنين نقول بكره بقى دايت. انا حصل معايا بكره دايت، بكره دايت. طيب ايه مشكله ان احنا بنفشل في الدايت؟ اولا بيبقى في دايت مناسب لحد ومش مناسب لحد. صح. ثانيا مفيش حاجه اسمها انا اعمل دايت واحرم نفسي من الاكل عشان اخس مره واحده. ده مش صح. لازم ناكل اكل فيه بروتين، فيه كربوهيدرات بنسبه قليله، في الياف، فيه الياف طبعا مهمه جدا، وهتكلم على اهم منتج او من اهم المنتجات اللي عباره عن الياف دلوقتي. يبقى فيه دهون صحيه، يعني بيبقى فيه اكل متكامل، ولازم اصحى افطر. صح. يمكن من اكتر الحاجات الشائعه انا هصحى ما افطرش، رغم ان الفطار ده وجبه رئيسيه مهمه. ده مهمه جدا حتى للي عايز يعمل دايت وما ياكلش بقيه اليوم على فترات قليله. صح. يعني لان انا لما بصحى بفطر فطار صحي، ده اللي بيدعم لي التمثيل الغذائي اليوم كله. انا ما بفطرش. انا اعترف. لا ده مهم قوي يعني هي على حسب التعود، بس اكيد في ناس زي كده. بس انا بقول دايما ايه، لازم على الاقل اي حاجه بسيطه، يعني ربع رغيف مثلاً. قطعه مثلا كي اي حاجه، بس قطعه أنا جبنه بطماطمايه بخيارايه. ما بحبش الكيكات الصبح. ما في كيكات هيلسي، انا بعمل هيلسي. كيكات هيلسي بتبقى حلوه برده مشبعه يا دين. بس الحلو ان انا افطر يعني حاجه فطار. مفرش بس انا اقصد انا يعني شايفه لو هي في ناس اصلها عندها مشكله برضه تقول لك انا ما اقدرش افطر، ممكن اخد بسكوته. بسكوته باليانسون، اخد لي فيشايه في شاي بلبن. ده فطاره. ما احنا برضه بنخاطب بعض الناس. أوكي. اللي بتفكر كده. أوكي. فبرضه ماشي يعني. ها ماشي. حلو برضه. نعدي. يعني رضا، هو المهم بياكل اي حاجه وخلاص. طيب احنا ايه مشكلتنا كمان في موضوع الدايت؟ الشراهه العاليه. الشهيه اللي طول الوقت مفتوحه، مبسوطين جعانين، مكتئبين جعانين، زهقانين جعانين، طول الوقت احنا شهيتنا مفتوحه وبنحب الاكل. يبقى رقم واحد لازم نقنن موضوع الشهيه دي. ولازم نقلل موضوع الشهيه. ولازم نقنن ونقلل موضوع الشهيه. ولازم ناخد منتج يبقى امن وملوش اعراض جانبيه ومرخص وزاره الصحه المصريه، يقدر يقبح لي الشهيه ويقنن لي الشهيه
ويقدر كمان يحرق لي الدهون المخزنه، ويقدر لما انا اخده اقعد بالست سبع ساعات انا مش جعانه. حلو قوي. فده هدفنا، وده هدف شركه باي ناتشرلز، ان ازاي نقدر نعمل ده بكورس اثبت جداره عاليه قوي، اثبت فعاليه كبيره جدا، اللي هو كورس بيستا. طيب اشمعنى بتكلم على كورس بيستا؟ لان انا جوه الكورس انا عندي منتج او مكمل غذائي بيعمل كل الاكشنز اللي قلت عليه ده. حلو قوي. وكمان كورس اهو قدامنا على الشاشه. بالظبط. وكمان عندي مع بيستا ده معاه هديه كمان. ده فيتامين د. هايل. وكمان عندي مع كورس بيستا عندي الب مالتي فيت المالتي فيتامينز، لان انا ما ينفعش ان انا اقلل اكلي وما اعوضش نقص الفيتامينات والمعادن. صحيح. ومعايا مع الكورس القهوه الخضراء الجرين كوفي. هايل. وبيطلع مع الكورس هديه فيتامين د، هديه من الشركه، لان فيتامين د اعتقد اكتر من 70-80% عندنا للاسف نقص في هذا الفيتامين. وفيتامين د ده مهم جدا لانقاص الوزن وللحرق وللمناعه وللمود. يعني بتلاقي بنات كتير مثلا عندها اكتئاب او زهقانه او مود سوينجز، وتيجي تحلل الفيتامين د تلاقيه عندها ناقص، لان فيتامين د مصادره مش كتيره في الاكل. صحيح. الحلو ان الهديه اللي طالعه مع مكمله للالب مالتي فيت، مكمله للالب مالتي فيت، ده هايل. والوحدات بتاعته 2000 وحده، فده الجرعه الوقائيه. آمن. ان انا فيتامين د ما ينزلش عندي، وليس مؤثر بالسلب، لو يعني لو زاد لا قدر الله ما يحصلش فيه مشاكل في الجسم. لا لا. مع الهديه اللي طالعه مع الكورس الوحدات قليله. ما عنديش اي مشكله ان انا امشي عليه. انا اللي بيأثر على الجسم اللي بياخده مثلا 20,000 وحده، 25,000، في حاجه حقن بتبقى بالوحدات الكتير، ده بيبقى علاجي. هي. وليس وقائي. ده علاجي لما يبقى حد عنده ليفل قليل قوي فيتامين د، والدكتور اللي يقوله هتاخد الحقنه دي مره كل شهر، وبعد كده هتاخدها مره كل 3 شهور، يعلي له النسبه دي، بتبقى فيتامين علاجي وليس وقائي. اللي احنا عندنا الهديه ده وقائي. هايل. طب قولي لنا بقى دلوقتي اكتر حاجه بتشغل ذهن بعض الاشخاص لما بيجي ننزل في الوزن، بنخاف بقى، يقول لك ايه، بيبان على وشنا، بنبقى بيل كده وشحبين، بيبقى تحت عينينا شويه هالات سودة، ضوافرنا بتتقصر، شعرنا بيتقصف، يقع. فالاثار بقى المترتبه على النزول في الوزن. صح. نقدر بقى نحلها ازاي مع الكورس؟ هنحلها مع الكورس. اولا احنا عشان ناخد الكورس انا باخد الاول بيستا. حلو. بيستا بيتاخد قبل الاكل يا مره يا ساشت يا تو ساشت في اليوم، على حسب الفريق الطبي لما بيجي العميل او مريض او مريضه السمنه بيتواصلوا مع الدكاتره اللي موجودين، هم اللي بيدوا لهم هياخد ساشت واحده او اتنين. هي. ده قبل الاكل. كويس قوي. على الاكل بقد ايه مثلا؟ نص ساعه؟ نص ساعه. كويس. اهم حاجه ان انا اشرب ميه كويس جدا. يمكن من الاخطاء الشائعه عدم انقاص الوزن ان انا ممكن اقعد في اليوم كله اشرب لي كوبايتين ميه. انا لازم اشرب 2 لتر في اليوم على الاقل. وفي الشتاء تحديدا بنلاحظ الموضوع ده. بالظبط. فمهم قوي مع الكورس ان انا طول الوقت اشرب ميه. عندي بيستا طبعا دخله الالياف اللي بتقدر تمتص الميه وتعمل حجم كبير في المعده، وبعد كده بلاقي حجم المعده قليل، يعني بلاقي حجم المعده قليل، فلما باجي اكل ما باكلش كل الـ يعني ما باكلش كل الكميه دي. طيب يبقى من اهم الالياف اللي موجوده داخل بيستا، اول حاجه عندي قشور السيليوم، عندي رده القمح، دول مهمين جدا، دول الالياف اللي بتخليني احس بالشبع. وعندي قشور السيليوم ورده القمح والشوفان. الثلاث حاجات دول اللي داخل بيستا دول اللي بيخلوني احس بالشبع. من اهم الحاجات اللي داخل منتج بيستا بتقدر انها تحرق لي الدهون، عندي فيتامين سي. فيتامين سي مهم جدا لحرق الدهون. وعندي الكروميوم. الكروميوم اللي داخل بيستا مهم جدا كمان لضبط مستوى السكر في الدم، مهم جدا لضبط مستوى الكوليسترول في الدم. ده المنتج اللي بيخسسني، وهقعد بعد ما باخده بالست ساعات سبع ساعات انا مش حاسه ان انا جعانه. يعني نقدر نقول ده التوقيت المناسب اللي ممكن لو حد عنده شراهه قوي يقعد فتره طبعاً. كويسه لا باس بيها. طبعا ده رائع. ممكن ينزل وقت ينزل من الوزن قد ايه مثلا؟ مينيمم اقل حاجه 6 كيلو في الشهر. ده كويس اقل حاجه. ممتاز. لكن في ناس بتخس بال 8 كيلو وناس لا. احنا برضو بنقول ان النزول السريع ده وحش. بالزبط. ما هوش مفيد. بالظبط. اوكي. طيب هنرجع بقى للنقطه اللي قلت لي فيها عظيمه. طيب الفيتامينات، الشعر المتقصف، نعالج القصه
بتلعب. الحلو في الكورس ان بيطلع كمان مع الكورس مالتي فيتامين. من اهم المالتي فيتامينز هو الب مالتي فيت. الب مالتي فيت هيدعم لي جدا مع الكورس شعري، شعري مش هيقع لانه بيحتوي على البيوتين طبعا. ده الميكس اللي بين بيستا والب مالتي فيت. عندي البيوتين مهم، عندي فيتامين سي مهم لاعاده امتصاص الحديد او تعزيز امتصاص الحديد واعاده بناء الكولاجين. معنى كده ان فيتامين سي كمان مهم جدا للبشره. فيتامين سي انتي اوكسيدنت، مضاد للاكسده. عندي داخل الب مالتي فيت فيتامين اي، فيتامين اي مهم جدا للبشره والشعر ورقم واحد كضد اكسده. عندي كمان داخل الب مالتي فيت عندي الزنك. الزنك يعني مناعه، يعني مهم لكل العمليات الحيويه في الجسم، مهم للضوافر جدا، مهم للشعر. كمان للشعر. وعندي النحاس، النحاس مهم جدا للشعر. كويس. من اهم الفيتامينات اللي داخل الب مالتي فيت اللي مهمه جدا لدعم التمثيل الغذائي اقدر اقول فيتامين بي. دي مجموعه فيتامين بي بقى كلها، كلمه عنها بقى يا دودي. فيتامين بي 1 و2 و3 و5 و7 و9 و12 كل العيله موجوده في قرص واحد من الب مالتي فيت. دي هايله. فيتامين بي يعني دعم للاعصاب، يعني دعم للبشره لانه ترطيب عالي جدا للبشره. دعم للصحه النفسيه. كمان عندي داخل الب مالتي فيت عندي الكالسيوم، الكالسيوم داعم جدا للعظم وداعم للصحه النفسيه. اوكي. فانت بتاخدي قرص واحد فيه 13 فيتامين ومعدن اللي انت محتاجاهم يوميا. معنى كده ان انا هخس لا هحس ان شعري بيقع ولا هحس ان بشرتي شحبه او جافه او عندي هالات سوداء. مش هحس ان ضوافري بتتكسر، لا انا هخس وبصحه مع كورس بيستا اللي من انتاج طبعا شركه بايو ناتشرلز، هي الوكيل الحصري لهذا الكورس. ازاي اقدر اطلبه؟ من خلال الارقام اللي موجوده على الشاشه. طيب احنا ممكن نشوف حاله ايه اللي خست على بيستا، خلينا نشوفها ايه تجربتها ونرجع نستكمل انا وانت يا دي. يلا احكي لنا قصتك مع بيستا وازاي ساعدك تخسي. انا اسمي ايه عاطف رجب، عمري 26 سنة، كنت 85 وبقيت 65. الموضوع كان صعب معايا جدا في الحركة، كنت مش بقدر امشي، رجلي كان الوزن تقيل عليها، ما كنتش بعرف اخد نفسي كويس، اللبس كان صعب جدا، ما كنتش بعرف البس في سني خالص، كنت حاسة ان انا بلبس لبس ماما، يعني الموضوع كان صعب قوي في اللبس. كنت بستخدم بيستا قبل الاكل بنص ساعة، ثلاث وجبات في اليوم. قبلها كنت بشرب الكوباية، لا طعمه ما كانش فيه أي مشكلة خالص، بالعكس هو طعم التفاح فكان لذيذ. يعني ما كانش عندي أي حرمان من الأكل، كنت باكل عادي كل حاجة، بس هو أصلا كان بيسد الشهية، كنت باكل أي حاجة بس قليل، يعني وجبات قليلة. مبسوطة جدا، الحركة بتاعتي بقت خفيفة، بقيت قادرة أن أنا أمشي براحتي، بقيت ألبس اللبس اللي أنا عايزاه. بنصح أي حد عايز يخس في وقت قصير وبشكل صحي أن هو يستخدم بيستا. يعني شفنا حالة أي حاجة جميلة برضو، البنات الثقافة دي جميلة جدا، هم برضو يحافظوا على وزنهم، ويبقى الوزن كمان بيبقى ليه مشاكل بعدين، أثار على الخلفة وعلى الحمل وعلى حاجات كتير. طبعا قولنا بقى أصحاب الأمراض المزمنة، يعني بيستا متاح لكل أصحاب الأمراض المزمنة، ما فيش أي مشكلة ليه؟ كورس بيستا آمن جدا جدا لأصحاب الأمراض المزمنة، من الضغط، من القلب، من السكر. ما عنديش اي مشكله، لان الكروميوم كمان خلي بالك داخل بيستا عندي كروميوم، الكروميوم بيظبط لي مستوى السكر في الدم وبيظبط لي مستوى الكوليسترول في الدم. هي. فما عنديش مشكله خالص. عندي كمان فيتامين اي اقوى مضاد اكسده، فمناسب جدا لاصحاب مرضى الكوليسترول لانه ضد الاكسده. مهم قوي ان اخد مع الدواء اللي الدكتور بيكتبه لي فيتامين داعم كضد اكسده، فانا عندي الب مالتي فيت كمان مناسب جدا كضد اكسده، لان اقوى حاجتين مضادين اكسده فيتامين سي وفيتامين اي، الاثنين داخلين داخل الب مالتي فيت. حلو قوي. قول لنا بقى الاطفال، يعني احنا بقى طبعا دلوقتي بقى في برضو ثقافه الاطفال اللي بتلعب رياضات بيتمرنوا، بنبقى عايزين نطلع طاقه الطفل، بما ان بقى في اولاد ساعات بتبقى من الطفوله هو احنا اكلوا حاجات غلط بدات تظهر في وقت المراهقه، بنحل بقى المشاكل دي، بيستا ممكن يساعدهم في القصه دي ولا ايه القصه؟
بيستا مناسب من سن 13 سنة، أي شاب يقدر يستخدمه، لأن للأسف شايفين كمان صور ناس أهي شباب ما شاء الله يعني ليهم تجارب أهو مع بيستا. طبعاً طبعاً من أعمار مختلفة كمان. أكيد أعمار مختلفة، خلي بالك السمنة ما بقاش مقتصر على السن الكبير. لا أنا أقصد كمان في ناس بتخاف من قلة الحرق يا دينا. طبعاً فمع العمر المتقدم حرقنا بيقل كلنا. عالجنا بقى الموضوع ده، لأن حتى مع الكورس عندي الجرين كوفي يعني أنا عندي كذا حاجة بتساعد على الحرق داخل الكورس، الكروميوم، فيتامين سي، الجرين كوفي بيساعد على الحرق، الجرين كوفي رائع بيعلي لي الميتابوليزم جدا، وفيتامين د لو ناقص واخدته ده بيساعدني جدا على الحرق، فيتامين د بيطلع هدية من الشركة. ما ده ممتاز، انتوا كملتوا المجموعة دي، حاجة حلوة. اكيد اكيد مناسب من سن 13 سنة، مناسب للبنات والستات والجميع الأعمار، ما عنديش أي مشكلة. ازاي نقدر نحصل على الكورس؟ لأن طبعا برجع اقول ان شركه بايوناتشرز هي الوكيل الحصري. أيوة. بنقدر نتكلم عن طريق الارقام اللي ظاهره على الشاشه. عندنا فريق طبي بيقدر يتواصل مع الحاله كل اسبوع. كويس، فدي حاجه كويسه. متابعة يعني طبعا دورية. عندنا متابعه دوريه كل اسبوع، وكمان الصفحه بتاعه بايو بيستا. عندنا صفحه كمان بالظبط على الفيسبوك اسمها بايو بيستا، عشان لو عايزين نستفسر عن اي منتج، عايزين نطلب المنتجات، حتى عايزين نعرف اسعار المنتجات، لان انا بطمن كل الناس ان السعر متناول الجميع، متناول الجميع بلا استثناء. وبنقدر نوصل لاي محافظه في مصر، ممكن حد مثلا بيتفرج علينا في الصعيد، في اسوان، في الاقصر، في شرم الشيخ، فيقولك ايه ده احنا هيبقى بعيد قوي. لا احنا عندنا مندوبين في كل محافظات مصر. كويس. بنوصل لاي حته في مصر، فما فيش اي مشكله ان اي حد بيتفرج علينا من محافظه بعيده يقدر يتكلم عن طريق الارقام اللي ظاهره على الشاشه، بنوصل لحد باب البيت. قول لنا بقى نصايح كده في الشتاء ممكن نكون احنا بننساها، نحطها في اعتبارنا لما نبدا مثلا كورس الدايت، او حتى للناس اللي مش بتعمل دايت بس هتاخد فيتامينز تدعم، لان المالتي فيتامين بقى اصبح طبعا في حياتنا اساسي. طبعا احنا ما بقيناش ناكل كل الاكل الصحي طول الوقت ولا صح. كل يوم ولا صح. المجموعه المتكامله من الانواع اللي المفروض احنا ناكلها صح، حتى اطفالنا صح. فخلينا ايه نقول ان ده بقى اصبح مهم للاطفال وللكبار. اهم حاجه مع الدايت وانقاص الوزن، اشرب ميه كتير. كويس، دي رقم واحد. أنام على الأقل حاجة 7 ساعات في اليوم أو 8 ساعات، من 7 ل9 ساعات. ناس كتير مش عارفة إن السهر بيتخن. إيه العلاقة بالحرق؟ إيه الحلو؟ إيه العلاقة؟ العلاقة إن لو أنا سهرت وما نمتش القدر الكافي الجسم بيفرز هرمون الكورتيزول. عشان كده تلاقي طول الوقت مثلا وأنا ما بنامش أفتح التلاجة عايزة أكل. هرمون الكورتيزول ده اسمه هرمون التوتر، بيسموه في الطب هرمون التوتر. والكورتيزول لو عالي بيعلي لي جدا الشهية بتاعتي، فلازم فبالتالي أنام أحسن. بالظبط، فأنام 7 ساعات وبالليل، عشان الخلايا المناعية عندي بتتفرز بالليل، الديتوكسيفيكيشن وطرد السموم كلها بالليل. فلازم انام 7 ساعات بالليل وليس نهار، ولازم اشرب ميه كويس جدا كمان. طيب قولنا بقى للاطفال لما هيبداوا ياخدوا الكورس، بيبقى ده برضو حسب كل طفل وجسمه صح كده؟ طبعا، لان الفريق الطبي هو اللي بيتابع الحاله، وحسب كل طفل والاوفر ويت بتحسب له البادي ماس اندكس، بتحسب له كتله الجسم، بتحسب له هو اوفر ويت قد ايه، والفريق الطبي اللي موجود في الشركه بيقول له بياخد ساشه واحده ولا اتنين في اليوم. ويقدر ياخد كمان الب مالتي فيت، هيبقى رائع معاه المالتي فيتامينز، وكل اسبوع هيبقى فيه متابعه من خلال الشركه طبيعي اكيد. طيب احنا قلنا احنا اللي بينزل بيستا ممكن من 6 ل 8 كيلو، اقل حاله اكتر من تبقى. في ناس كتير خست بال 10 كيلو في الشهر، لكن احنا بنتكلم على المتوسط. بتكلم على المتوسط بالظبط. طيب قول لنا بقى فكره انه في ناس بتقول لك ايه ده قليل، يعني عايزين نصحح المعلومه دي شويه. لا طبعا، هو ال 6 7 كيلو في الشهر مش قليل خالص. بالعكس، انا بحب ان الواحد يخس بالراحه، ما يبقاش هدفه ان انا اخس 10 كيلو في اسبوع. لا، مش ده الهدف. الهدف ان احنا نخس بصحة. طول ما احنا بنخس بالراحة وبنصبر على القصة دي، هنلاقي بعد ما بخس فترة طويلة انا ما برجعش في الوزن. في الوزن صح. فده مهم جدا. طبعا. كمان مهم قوي اقول ان احنا عندنا كورس تثبيت في الشركة. يعني ناس كتير تقول لك خلاص انا اخدت كورس بيستا، اخدت بيستا واخدت الالب مالتي فيت والجرين كوفي وكل الحاجات دي، وخسيت الكيلوهات اللي انا عايزة اخسها. حلو قوي. طيب هل في تكملة بقى؟ بيعمل ايه بعد كده؟ هل اوقف الكورس ولا اعمل ايه؟ في ناس ما عندهاش قوة الارادة ان انا لما بوقف الكورس افضل ماشي على نمط الاكل اللي انا ماشي عليه. فمهم قوي مع الكورس بقى ناخد، يعني مع الكورس ده
معلش يا دينا هنأكد تاني، هننزل صورة الكورس وقول لنا تاني مع الكورس مهم نعمل ايه عشان اصدقائنا، شرب المية شرب عشان المية. ده الياف، عشان في ناس ممكن ما تاخدش قدر المية الكافي تقولك انا ما حسيتش بامتلاك. بالظبط، شرب المية لما اجي اتغدى ما اكلش بسرعة 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 بسرعة، لا اكل بالراحه بالضبط. لان الليبتون هرمون الشبع بيتفرز بعد تلت ساعه من الاكل لاول معلقه. فاكل بالراحه، اشرب ميه كويس، ابدا اكلي بالبروتين، يعني ابدا كويس. اكلي بالبروتين والالياف والفيتامينز. حلو قوي. واكل كربوهيدرات، ما فيش حاجه اسمها انا امنع نفسي كربوهيدرات، لا ضروري يبقى فيه. مهم الكربوهيدرات جدا، الرز والمكرونه الحاجات الكربوهيدرات مهمه اللي دعم الطاقه، بس بحجم بحجم اكلها، يعني بقل من اكلها نسبتها بقى بتبقى اقل. مفيش حاجه اسمها انا مش هاكل دهون خالص، لا الدهون مهمه برضه، الدهون مهمه، الدهون الصحيه مهمه جدا. مفيش حاجه اسمها انا امنع دهون، لا صح. لازم اكل دهون صحيه، لازم اكل كربوهيدرات بنسبه معقوله، اكل بروتين، اشرب ميه كويس، انام كويس، واستخدم كورس بيستا. حبيبتي يا دندون، ايوه الحاجات الصغيره دي بتفرق معانا قوي، بتقعدي تقولي لنا في الثغرات دي. انا طبعا اسمحوا لي اشكر ضيفتي اللي شرفتني نورتني النهارده، دكتور دينا ابو السعود المستشار الطبي لشركه باي ناتشرز. حبيبتي شرفتيني، تسلمي لي عظيمه. وبشكر حضراتكم طبعا كل متابعينا الكرام من خلال شاشه قناه الاهلي، تحيه وحب وتقدير لحضراتكم، اتمنى من الله ولا يكتر على الله. اشوفكم من هنا الحلقه جديده على ألف خير وصحة وسلامة وسعادة، وسلام عليكم.